انا بس احط شويه كريمه على النار عشان تبتدي تغلي عشان تنجز معانا في الوقت، عشان هقول لكم على القشطه الكدابه دلوقتي حالا. حط دي بس على النار تبتدي تغلي لغايه ما نبتدي فيها. خلاص القشطه الكدابه، لتر من كريمه اللباني الطازه السائل عليه من 4 لـ5 معالق كبار من السكر وست معالق كبار من الدقيق. السكر بخلطه اهو هنا عادي جدا مع الكريمة اثناء الـ على النار، اما الدقيق ضروري نقلبه هنا في السائع على البارد وبعدين نضيفه. ليه بقى اسمها القشطة الكدابة؟ علشان هي مش قشطة حقيقية، احنا مكثفينها عاملة زي الكاستر شوية بتبقى تقيلة. القشطة الكدابة بتستخدم في حاجتين، يا اما بنحشي بيها الحاجات اللي هتخش الفرن عشان ما تسيحش معانا في الفرن، يا اما برضو ممكن نستخدمها في الزينة عادي جدا زي القشطة العادي، مفيش مشكلة. نقلب بقى، نفضل نقلب لغاية ما ايه تمسك معايا. اللي عايز يحط لها شويه فانيليا ممكن، لكن هي مش هتبقى طعمها قشطه قوي يعني لما يتحط لها الفانيليا. خلاص تقليب 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 لغايه ما تبقى سميكه معايا زي القشطه بالظبط. دي القشطه الكدابه اللي نقدر نحشي بيها، تدخل الفرن ما تسيحش مننا. هي ابتدت تتقل معايا شايفين اهو. خلاص انا خلاص القشطه الكدابه اهي، المفروض قوامها ما يبقاش سايل معانا قوي، ها يبقى لازم يبقى سميك عشان لما تحشوا بيها او حاجه ما تسيلش في الفرن، لازم تبقى متماسكه معاكوا. فلو مش ماسكه معاكوا كفايه، لان كل واحد معلقته مختلفه برضو، زودوا معلقتين دقيق تاني في شويه كريمه او ميه وحطوه على النار.